للوقوف إذن مشاهدينا على آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة واعتراف الاحتلال بمقتل عشرات من جنوده في أثناء عملياته ومحاولاته اقتحام غزة واستمراره بالعدوان المكثف برا وجوا وبحرا، والذي أسفر عن ارتكابه جريمة أخرى في مخيم جباليا في شمال غزة، وعن وضع المستشفيات أيضا والفرق الطبية المستهدفة هناك. عن كل ذلك مشاهدينا نرحب بدا بضيفنا عبر سكايب من غازي عنتاب، الخبير والمحلل العسكري العقيد فايز الأسمر. مرحبا بكم سيد العقيد معنا. سيد العقيد فايز الأسمر حياكم الله. ونرحب أيضا كذلك بضيفنا عبر الهاتف الدكتور محمد الحساني، الخبير والباحث في الفكر الإسلامي. مرحبا بكم دكتور محمد. نعم، طيب نبدأ إذن من لندن، الباحث في الفكر الإسلامي والدراسات السياسية دكتور محمد الحساني. كيف بداية الخارجية الأردنية أعلنت عن مجازر للاحتلال، ولنبدأ من الوضع العسكري، كيف تقرأ الوضع العسكري على الأرض وسط حديث عن الاحتلال عن تقدم في بعض المحاور واعترافه بمقتل جنود له؟ بداية يعني شكرا على هذه الاستضافة. دون أدنى شك يعني، وعندما نقول أدنى شك وهذا يعني اعتمادا على تقارير يعني وزارة الدفاع، يعني الكيان المحتل هو بنفسه يؤكد بأنه على مستوى التحرك يعني الميداني أو البري فإنه يعني يتكبد خسائر فادحة وكبيرة جدا. وهذه المسألة يعني ليست مثار نقاش وجدال، الدخول إلى غزة هو مسألة يعني مخاطرة مغامرة، يعرف الاحتلال على أن عواقبها لن تكون سهلة وستكون وخيمة جدا، ولكن باعتبار أنه أمام ورطات متعددة الأبعاد يعني على المستوى الداخلي، على مستوى ما وقع في يوم 7 أكتوبر إلى غير ذلك، فليس أمامه في حقيقة الأمر إلا أن يعني أن يدخل في هذه الـ يعني المقصلة التي يعلم جيدا بأن ثمنها سيكون باهظا. للأسف الشديد يعني اليمين المتطرف في يعني الكيان المحتل، اليمين المتطرف للأسف الشديد يأبى إلا أن يسوق الكيان المحتل إلى مسار يعني سيندم عليه كثيرا بشكل كبير جدا. فعلى مستوى الأرقام، على مستوى كل شيء، الأرقام تتحدث يعني 332 جنديا من الكيان المحتل هم في عداد القتلى. هذا يعني نحن نتحدث عن بدايات التحرك البري، نحن لا نتحدث الآن عن دخول بري بما هو مخطط له وبما هو مبرمج له. فإذا كانت الأرقام في البداية في مساحة الجميع يتحدث عنها على أنها مساحة مكشوفة، يعني لم يتوغل الاحتلال الآن إلى المناطق التي هي فيها بنايات أو غير ذلك، يعني حيث يتم يعني أو كما يتم التوصيف على أنها تصبح عند ذلك يعني حرب الشوارع أو حرب العصابات أو حرب يعني المقاومة إلى غير ذلك. إذا كان هذا كله في منطقة مفتوحة ليس فيها لا بنايات ولا غير ذلك،
وهنالك إمداد يعني جوي وبحري وإلى غير ذلك، وهذه النتائج. والنتيجة هي هذه، هذا مؤشر على أن النتائج التي ستتلو بعدها ستكون يعني أكثر قسوة وأكثر ضراوة، وهذا بطبيعة الحال سيدخل الاحتلال في متاهات متعددة، وبطبيعة الحال سوف يبحث بعد ذلك، وسيكون قد تأخر كثيرا، نعم سوف يبحث عن مسارات كيف يخرج من هذه الورطة نعم دكتور محمد، التاريخية التي أدخل فيها نفسه. من هنا من غازي عنتاب الخبير والمحلل العسكري العقيد فايز الأسمر، مرحبا بك مجددا. مرحبا أخي، تحياتي. حياكم الله. نبقى في الموقف العسكري، يعني الاحتلال الآن يعلن ويزعم تقدمه في بعض المحاور برا، وفي الوقت نفسه أيضا يعترف بعمليات يخسرها وبجنود قتلى له في هذه المعارك البرية، كيف تفسرون ذلك؟ مساء الخير. يعني في الواقع إضاءتنا أخي الكريم إلى هدف العمليات الجوية والبرية المعلن عنها من جانب الكيان الصهيوني، فإنها تنحصر بتحقيق 3 أهداف. نعم. الهدف الأول هو تفتيت وتفكيك حماس وسحقها وإنهاء حكمها في قطاع غزة والقضاء على قيادتها الميدانية والسياسية. الهدف الثاني هو تأمين الحدود. الهدف الثالث هو استعادة الأسرى. فإذا نظرنا إلى هذه الأهداف الثلاثة نجدها أنها أهداف نظرية يعني، وصعبة التحقيق في الهجومات الجوية أو الهجمات البرية المحدودة وقليلة العمق. وبالتالي ومن خلال قراءة بسيطة لخارطة التحركات خلال اليومين الماضيين وأقصد التحركات الإسرائيلية، فإنها لتحقيق هذه الأهداف الكبيرة أتصور أنه سيكون لزاما على إسرائيل اجتياح قطاع غزة بالكامل والسيطرة عليه، وهذا ما سيخلف مجازر كبيرة وسيكلف إسرائيل إن حدث خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، وقتال ستلاقيه فوق الأرض وتحت الأرض، قتال شوارع، كمائن، إغارات خاطفة، قتال مدن يحتاج إلى مدة طويلة، والوقوع في مستنقع غزة الاستنزافي. العملية بالكامل لن تكون مجرد نزهة، وفي اليوم 24 ساعة الماضية فقدت 16 عنصرا، هذا ما اعترفت به، ولكن هذا العدد أكثر بكثير ما عدا تدمير الآليات وتدمير المدرعات والمجنزرات. إذا طبعا إذا لم يتوسع نطاق المواجهات وإمكانيات دخول وفتح جبهات أخرى على إسرائيل، طبعا كالجنوب اللبناني من حزب الله وميليشيات إيران في سوريا، لا نعلم ماذا تحمله الأيام القادمة. هناك خطاب لحسن نصر الله في يوم الجمعة، ولو أنه أنا لا أؤمن بوحدة الساحات، وحدة الساحات سقطت يعني، ووحدة المقاومة سقطت منذ اليوم الأول لاجتياح لاجتياح. ولكن أستاذ عقيد فايز، ربما يراهن الصهاينة على عامل الوقت واستمرار هذا الحصار على المقاومة. في المقابل إذا نسأل ماذا عن قدرات حماس من جراء ذلك؟ هل بإمكان هذا العدوان المستمر بالقصف الصهيوني وكذلك بالحصار المستمر أن يضعف قدرة المقاومة؟ وهل لا يزال تفكيك حماس بالذات يعني هدفا سهل التحقيق كما يزعم الاحتلال؟ طبعا الهدف صعب مثل ما قلنا، يحتاج إلى السيطرة على قطاع غزة بالكامل، 360 كيلومتر، 365 كيلومتر، وهذا أمر ليس سهل، يتطلب قتال مثل ما قلنا، قتال مدن، حرب شوارع، مفاجآت كثيرة أعدتها المقاومة الفلسطينية. أما بخصوص سؤالك والاستفسار، بالتأكيد أنا عسكري وأنا أعي وأدرك ما أقول. بالتأكيد في الطبيعة التي تعيشها المقاومة في فلسطين فإنها محاصرة منذ 16 عاما، ناهيك عن الحصار الجائر الذي فرضته زيادة
القوات الإسرائيلية في 25 يوم الماضية، لا غذاء، سياسة تجويع، سياسة التضييق على السكان أمنيا ومعيشيا، سياسة القتل الجماعي، التطهير العرقي، ارتكاب الجرائم اللا إنسانية من خلال مثل ما قلنا الحصار القاذف، قطع الكهرباء، الماء، الغذاء، المحروقات. إذا متطلبات الصمود حقيقة ولا نتخبى وراء أصبعنا هي غير موجودة، يعني متطلبات الصمود في حرب طويلة إذا لم يكن هناك إمدادات، يعني روح العمليات القتالية هي الإمدادات، استدراك النواقص. كل يوم عن يوم تخسر المقاومة الصواريخ، تخسر حتى طلقات الكلاشينكوف، تخسر من ولا تصنيع الآن بسبب التوقف عمليات التصنيع العسكري بسبب الحرب. إذا هناك معدلات يجب أن تكون، الروح المعنوية هي ليست كافية أخي لتحقيق النصر، هي ضرورة حقيقة، ضرورة. وفدائيي وأبطال المقاومة في حماس يملكون هذا الأمر، ولكن نريد الإمدادات المادية، يعني هذا جوهر العمليات القتالية. يجب أن يكون هناك إمدادات متوادية من أجل تغذية الجهود والاستمرار في المعارك. يعني أنا أتصور أنه إذا طالت الأمد فأننا راح نلاحظ في الأيام المقبلة، كانت بداية الأعمال القتالية إطلاق مئات الصواريخ في الرشقة الصواروخية الواحدة، أما الآن يمكن 10 أو 20 أو 30 صاروخ. يعني من هون لشهر ممكن أن تخف القدرة النارية لدى المقاومة وأبطال حماس، ولكن مثل ما قلنا هناك مفاجآت، وهذه الحرب ليست نزعة حقيقة. عندما تتوغل إسرائيل أكثر في المناطق السكنية، وضيف قال تقدمت في الشمال الشرقي حقيقة ومحور في الشمال الغربي، أنا أقرأ الخارطة على أنها تريد وصولها إلى محور صلاح الدين أو طريق صلاح الدين، وصولها إلى هذه النقطة. هذا يعني أنه في الأيام المقبلة ممكن أقرأ على هذا النحو أن يكون هناك مساندة أو إنزال بحري من أجل السيطرة على شارع الرشيد، وبذلك تسريع عملية فصل شمال غزة عن جنوبها ووسطها، والبدء بتقطيع أوصال تلك المناطق، وينتقل الحرب في هذه المنطقة إلى القضاء على أنفاق غزة أو ما يسمى أنفاق حماس أو ما يسمى مترو حماس. 480 كيلومتر. إذن هذا هدف معلن، بالتالي يجب أن يكون هناك إمدادات. نسأل الله الكريم أن يمد هؤلاء الثوار وهؤلاء المقاتلين بالمدد. طيب هنا دكتور محمد، كيف تفسر استهداف الاحتلال اليوم الثاني مخيم جباليا بهذه الوحشية، استهداف المدنيين وارتكاب جريمة أخرى في ظل أرقام غير نهائية لهذا الدمار واستهداف المدنيين وجلهم طبعا من الأطفال والنساء؟ إلى ما يريد أن يوصل رسالة الاحتلال بهذه الوحشية؟ حقيقة قبل الإجابة عن هذا السؤال، الأمر الذي ينبغي أن يعني أن نرفع الصوت عاليا فيه هو يعني هذا المجتمع الدولي الذي يعني يصم الآذان وكأنه لا عين لديه ولا أذن لديه، لأن هذا العالم وهذا المجتمع الدولي حقيقة يعني هو أدخل نفسه في معادلة ستنعكس علينا جميعا في المستقبل، يعني عملية ازدواجية المعايير التي استعملها العالم في هذه المأساة الإنسانية سوف تؤدي إلى كوارث على العالم كله في الأجل القريب وليس الأجل البعيد، لأن منظومة القيم الآن، منظومة القيم الدولية تهاوت، تساقطت، لم يعد أحد يثق بها على الإطلاق، يعني من الشعوب الحرة وغير ذلك. فهذا أمر يعني بشع للغاية، ونتائجه كما قلت ستكون كارثية على العالم.
طبعا يعني الاحتلال نعم يعني نظريته وما يريد تحقيقه واضح معلوم لا يخفى على أحد. فسياسة الأرض المحروقة هي سياسة تمارس من باب يعني تحقيق يعني أكبر أنواع الضغط على المواطنين في غزة، لأن هنالك إشكالية معقدة يواجهها الاحتلال بشكل كبير جدا، ليست نعم هي المقاومة فقط، ولكن أكبر تحدي أمام الاحتلال هو الحاضنة الشعبية. نعم تصور أخي الحبيب أنه لو لم تكن هذه الحاضنة الشعبية لما كان لهذه المقاومة ما لها من تماسك وقوة إلى غير ذلك، نعم ولكن هذه الحاضنة الشعبية، القضاء على هذه الحاضنة الشعبية، معاقبة هذه الحضانة يعني الحاضنة الشعبية، أن تنقلب هذه الحاضنة الشعبية على المقاومة، وهذا هذا هو ما يصعب تحقيقه. دكتور محمد، أعتذر منك وأشكرك لضيق الوقت. من لندن، الباحث في الفكر الإسلامي والدراسات السياسية دكتور محمد الحساني، شكرا جزيلا لكم. كذلك حياكم الله. أشكر أيضا من غازي عنتاب الخبير والمحلل العسكري العقيد فايز الأسمر.